السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. لاول مرة يا جماعة على اليوتيوب، انا ما شفتش حد صراحة على اليوتيوب عمل الموضوع ده، تمام؟ اول مرة على اليوتيوب هنعمل مع بعض ايه؟ هنسلق اللسان ونسلخه نسلقه ونسلخه كده، تمام؟ وننظفه، هننظف القشر اللي فيه ده كتير قوي. انا كنت اشوف ناس بيعملوا ايه، بيما بيجيبوا لحمة الراس او بيجيبوا لسان بيقطعوا اللسان مع لحمة الراس ويسلقوها على طول، وبعد ما بتسلق بيقشروها، تمام؟ بيقشروا اللسان. لا يا جماعة، ما ينفعش، مش هتاخدي شوربة كويسة من اللسان ولا من لحمة الراس، وهتبقى زفرة معاكي. هنعمله النهاردة، هوريكي هنسلقه ازاي، او هنسلخ اللسان ازاي بطريقة حلوة، وتاخدي شوربة مميزة، شوربة طعمها حلو ما فيهاش ريحة زفارة خالص، تمام؟ اول حاجة يا جماعة معانا اللسان زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك، اهو بالشكل ده، ده لسان كامل اهو، ومعاه حته كده من لحمه الراس، تمام؟ حطيت ميه على النار يا جماعه تغلي. هنا الميه بتاعتي غليت خلاص، هنزل بقى على طول باللسان. بسم الله، اهو بالشكل ده، وهسيبه تلت ساعه كده يا جماعه، ما تقلقوش خالص، هنسيبه تلت ساعه ونرجع له. هنا بقى بعد ما سبته 20 دقيقة كده، بصوا، وأقل كمان عشان اللسان عندي صغير، لو هو لسان عجل كبير هياخد وقت شوية، يعني ممكن ياخد نص ساعة، لو صغير ممكن ياخد 20 دقيقة وأقل كمان. طب أعرف منين القشرة معايا هتتقشر بكل سهولة؟ بالسكينة، بصوا مكان أنا قشرت أهي بكل سهولة يا جماعة، القشرة بتتقشر معايا بكل سهولة. خلاص كده هطلعه، طبعا هو سخن مولع يا جماعة، بالسكينة بقى كده، بصوا كده اهو بيتقشر معايا، بصوا بكل سهولة خالص، بصوا القشرة اهي بكل سهولة بيتقشر معايا اهو، شايفين؟ طبعا انت هتفضلي تقشري الابيض ده كله لحد ما تنضفيه خالص، شايفة اهو، عملنا حته كبيره خالص ازاي، وبتقشر بكل سهوله اهو، شايفه بالشكل ده. بصوا بقى عملناه ازاي، اهو نضيف معانا خالص اهو. هتقولوا لي ده لسه في حاجات بواقي صغيره، هقول لكم ما تقلقوش، واحنا كده خلصنا، احنا مخلصناش لسه، تمام؟ انا نضفته كله زي ما انتم شايفين اهوت، ولسه بقى هقطعه الاول. وطبعا الحاجات البسيطه الصغنونه دي بقى هتطلع مع الغسيل، بصوا كده زي الفل اهو، تمام؟ هبتدي اقطعه بقى. هنا بقى زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، انا قطعته بالشكل ده. انا بحب اسلقه يا جماعه واحمره، بصراحه بيبقى تحفه، تمام؟ اهو. طيب هتعملي ايه بعد كده؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. طبعا هنغسله بقى، المحلول اللي هنعمله ده مش هيخلي فيه ريحه زفاره، وهيديكي شوربه زي العسل، شايفين اهو بالحجم ده. هنا بقى جبت طبق كبير كده فيه ميه، تمام؟ عندي بقى معلقتين كبار كده من الدقيق، حلوين، معلقتين حلوين كبار كده، وعندي معلقتين برضو كبار كده من الملح، بسم الله، وعندي ليمونتين حلوين كبار كده برضو اهو، وكمان هحط القشر بتاعهم. بسم الله اهو بالشكل ده. عايزه اقول لك بقى المحلول ده مش هيخلي اي ريحه زفاره خالص يا جماعه، وهتعملي احلى شوربه. بصوا بقى، طبعا بتدوبيه كويس اهو، وبروح نازله بقى بالايه، باللسان بتاعنا اهو، بسم الله، بالشكل ده كده زي الفل. طبعا بسيبه بقى مش هقل، بصي الوقت اللي يريحك، نص ساعة ساعة اللي يريحك. بصي عايزة اقولك بقى المحلول ده بيخلي، ما بيخليش ريحة زفارة خالص،
وبينزل لو في دم في اي حاجه بينزل تمام، بس بتسيبيه على قد ما تقدري بقى الوقت، وبعدين بتشطفيها وتصويها او تعملي اللي انت حابه تعمليه فيها تمام بالشكل ده. اتمنى اكون فدتكم من فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.